سيد تركي الجعواني نائب رئيس القطاع التجاري في شركة طيران ناس، يعني كيف تصف النشاط الذي تقوم به الشركة، خاصة وأنه عندما قامت فيه بالبداية كان عملا مميزا كشركة طيران أخذت في الانتشار؟ ما الذي حققته خلال الأعوام الماضية، وما هي خطط الشركة للمرحلة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الشركة منذ نشأتها من عام 2007 وبداية انطلاقاتها من المملكة العربية السعودية، وعلى مدى الأعوام الماضية كانت في صدد النمو المتزايد من خلال زيادة عدد الطائرات الموجودة لدى الشركة، توسيع اسطولها، انتشارها في المنطقة، زيادة عدد رحلاتها. اليوم حنا بحمد الله انتشرنا في المنطقة تقريبا بشكل شبه كامل، نخدم داخل المملكة العربية السعودية في محطات داخلية ومحطاتنا الدولية، عندنا 26 محطة ما بين داخلي ودولي. خلال العام 2013 افتتحنا أكثر من خط جديد سواء داخلي أو دولي، افتتحنا خط الرياض الطائف والدمام الطائف والدمام ينبع كخطوط داخلية جديدة، وكذلك تم افتتاح خطين دوليين جديدين اللي هما الدمام إلى الخرطوم والطائف إلى الكويت. والحقيقة كل هذه الخطوط الجديدة الهدف منها هو توفير خدمة السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، وتأتي الحقيقة تباعا للطلب المتزايد للسفر من وإلى المملكة. لدينا إن شاء الله خطط توسعية في المستقبل القريب، هناك الآن على وشك إنهاء الموافقات الرسمية لتشغيل خط أديس أباب، وهذا إن شاء الله في تقريبا هو الآن في المراحل الأخيرة، متى ما انتهت الموافقات الرسمية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي. كذلك أعلننا قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع عن نية طيران ناس يكون أول مشغلين مطار المكتوم في جبل علي في الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر من هذا العام، وهذا سوف يعطينا إن شاء الله نقلة نوعية لخدمة المسافرين ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سيد تركي الجعواني، يعني تميزت شركة ناس عند انطلاقتها بالدقة في مواعيدها، مواعيد إقلاعها ووصولها، في رخص أسعارها. بعد ذلك كان هناك الكثير من الشركات المنافسة التي برزت في المنطقة، إلى أي مدى يعني تميزت ناس عن غيرها من هذه الشركات؟ هو الحقيقة احنا نسعى دائما جاهدين إلى المحافظة على دقة المواعيد لخدمة عملائنا. ما في شك هناك الكثير من المنافسة في المنطقة، ولكن احنا دائما ننظر المنافسة بشكل إيجابي. وجود المنافس هو دائما محفز بالنسبة لنا في طيران ناس لتقديم خدمة أفضل للعميل، ونؤمن تماما بأن وجود المنافس يساعد في تعزيز صناعة الطيران في المنطقة. فأعتقد أن القطاع الطيران والتنافس اللي موجود فيه أصبح محفز لجميع شركات الطيران في الرقي بخدماتها المقدمة لعملائها، ومن ضمنها الاحترام أو دقة المواعيد في المغادرة والوصول أيضا. فإحنا حقيقة ننظر بهذا الموضوع هذا، أنه وجود المنافس محفز أساسي لنا لتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا في المملكة العربية السعودية أو حيثما كانت وجهة طيران ناس. سيد تركي الجعواني نائب رئيس القطاع التجاري، يعني طرقتم مطارات عدة سواء في القارة الآسيوية أو الأفريقية وحتى الشرق الأوسط، إلى أي مدى يمكن القول بأن أوروبا ستكون وجهتكم المقبلة؟ بالنسبة لطيران ناس، حنا نعمل من ضمن إطار الطيران الاقتصادي والذي يعتمد بشكل أساسي على طائرات من الطراز الذي له حدود طيران لا يتجاوز 3.5 ساعات. لكن هذا لا يمنعنا من طرق باب وجهات بعيدة. وقعنا العام الماضي اتفاقية مع طيران الاتحاد، اتفاقية شراكة تبادل الرموز أو الكوتشير. هذه الاتفاقية تمنح طيران ناس الفرصة لعرض
وجهات طيران الاتحاد لعملاء طيران ناس في المملكة العربية السعودية ومن ضمنها أوروبا وأمريكا. بدأنا فعليا في تقريبا 5 محطات مفعلة الآن، ويستطيع عملاء طيران ناس حجزها عن طريق الموقع. هناك محطات أخرى في أوروبا وأمريكا في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية إن شاء الله، وسوف تطرح على الموقع في حال وصول الموافقات الرسمية من الدول الأوروبية والأمريكية. هل هناك يعني مفاجآت جديدة لزبائنكم أو منافسيكم حتى في عالم السفر؟ اعتقد انه عالم السفر زي ما تفضلت انت، الانفايرمنت او التنافسيه وشديده، فالمفاجآت ان شاء الله دائما موجوده. احنا الايام هذه عندنا عرضنا او بدانا في كامبين او حمله اعلانيه اشتر تذكره وتذكره مجانا، والتي لاقت الحمد لله صدى جدا واسع سواء داخل المملكه او خارجها. هناك ان شاء الله مفاجآت على موسم الصيف، خلال موسم رمضان سوف نعمل بجهد أننا نقدم خدمات جديدة، سيتم الإعلان عنها إن شاء الله وقت حدوثها بحول الله. سيد تركي الجهويني، نائب رئيس القطاع التجاري في شركة طيران ناس، شكرا لك.